عملنا باش ما نلعبوش بجمهورنا هنا فهمني ما فهم معنا شكون يتكلم عليها صقة بزياء وتسأل أنا سؤالي هذا على علاش صقة بزياء تلعب من غير جمهور درام عاقبة صقة بزياء ولا لا النتيجة هي ضريبة معناها الموفيدي بار نتاعنا خاطر في العادة احنا المقابلات الأخرى الكل 7 مقابلات اللي لعبناهم كنا احنا سباقين في النتيجة وكان عندنا انضباط تكتيكي كبير وكنا معناها معنا منظومة دفاعية جيدة. اليوم صار العكس، قبلنا 2 أهداف وضعية ما صارت لناش في الفترة السابقة. نعتذروا من جمهورنا على معناها النتيجة اللي ما كانتش طموحنا وان شاء الله نعوضها وناخذ الدرس مقابلة. دخلنا برشا كونفيونس في المقابلة، هذاك اش خلانا نقبلوا بونتو بكري برشا، يدور لي هذاك صعب علينا المهمة. حاولنا باش نرجعوا، دخلنا في التسرع ديريكتومون يونشيني بالبونتو الثاني، دونك ولات المهمة صعبة برشا، حتى المونتال يرزم تاع جوار. اكيد اكيد حابين نفرحوا جمهورنا في اللونتام تاع الروتور، مي على الغالب الكرة هكا ستان جور سون. ديجا عندنا ماتش قريب نهار الاربعاء، يلزم الجروب كل يرجع يقف وان شاء الله نفرحوا جمهورنا في اقرب وقت ان شاء الله. اليوم عرفنا كيفاش نجيريو الماتش نتاعنا، عملنا اونتام دو ماتش باهي، دخلنا في مباراتكم الفو، سجلنا بكري وفي الفهم تاع بريمير ميتون خطانا الماتش نتاعنا، ظهر لي دوزيام ميتون الكل ملعب تونسي كان واقف بالكدا يجيري في الماتش كوم الفو. براتيكمون بقى الجهد خاطر عندنا ميركودي ماتش اخر معناها اللي صعيب يستنى فينا. ان شاء الله معناها نبنيو على الانتصار نتاع اليوم، ان شاء الله الناس كل معناها تقف ورا جمعيتها باش نراو الملعب التونسي في افضل حالاته السنه. الانتصار اليوم كما شفتوا جينا ديسيدي على 3 بوان من بدايه المباراه، صحيح لعبنا البلوك با اليوم شويه، استنينا المنافس، لعبنا على نقاط القوه نتاعنا والضعف نتاعو، قريناه كما يلزم، استنينا ولعبنا الهجمات المرتده واللي قريناه معناها واللي حسبناه هو ذاك اللي صار، ومركينا 2 بوان والحمد لله حقنا الانتصار. وبشي خلينا نخدمه بكل رياحية ونحضر الماتش تاع نهار الاربعاء اللي هو تريز امبورتون كونتر كلوب افريكا ان شاء الله. كانت هذه مباراة الملعب الجيبسي والملعب التونسي. نحب نجاوب فقط اللي قال علاش نحن معاقبين ولا شنو. الملعب الجيبسي ما عندوش عقوبة بدون حضور الجمهور، فقط لأسباب أمنية الأمن هو قرر وقال أنه ما نجمش يأمن المباراة في ملعب شنني بحضور الجمهور، هذاك علاش صار غياب الجمهور في المقابلة ذي. والملعب التونسي وين كنا وين صبحنا سي المنشي، شفت وين كنا وين صبحنا سيفري. الحاجه اللي يشكر عليها الملعب التونسي اللي اعطاه الثقه في الاسعد الدريدي، معناها تشوف الظروف اللي تعدى بها السنه الفارطه، معناها كان على باب معناها باش يلعب في القسم الثاني، وهذا الهيئه المديره تشكر على الثقه هذه اللي اعطاها الاسعد. وكي تشوف انت اليوم الملعب التونسي معناها الكره اللي قاعد يمارس فيها كره ممتازه جدا، وهذه حاجه راهو معناها سهله اذا كان عندك مدرب يجلب الحب الملاعبيه ليه هو.
راهو تشوف انت توا مش خاطر خويا معين هنا موجود وجيرار بيشير معناها اللي يدرب معاه غاديكا في نادي حمام لمف نفس الشيء. راهي العلاقه مهمه برشا ما بين الملاعبيه والمدرب. اذا كان اليوم هذه قوه جوزي مورينو دايور هذاك علاش ينجح في كل فريق يمشي له. انا نقول اللي الملعب التونسي اليوم وين كنا وين صبحنا. اتمنى الى كما سمعت انا مره قالوا عندهم سايت يتدربوا بسبعه كور يتدربوا بسبعه كور وموجودين في المرتبه الخامسه ب 25 نقطه ما كان عندهم 30 كوره فانا مستوى يكونوا. سؤال مشروع معين احكيوا شويه على الملعب الجي اف سي. اي صحيح انا في وضعيه مش كيما في المواسم الفارقه. نحب نعلق زاد كما قال سيمونجي بالحق معنا فرحان برشا لسعد دريدي خاطر ساسفوا يخدم معناها كما نقولوا بقلبه رب وانسان عنده شخصيه كبيره وطبق افكاره مع ملاعبيته ومن عملناه دايور. حتى الحاجه اللي عجبتني فيه عنده ان سيستم معين لعب بون 4-4-2 ما تبعش العباد الكل 4-2-3-1 شاف جواريته شنو وين ينجموا يكونوا مرتاحين وعطى ثقه لجواريته وخذاها في روحه وين كنا وين صبحنا. بالنسبه للملعب الجيبسي خساره صحيح توجع اما تحس الملعب الجيبسي على ثوابت صحيحه معناها صحيح يما معين الملعب الجيبسي في المقابله هذه على الاقل عنده الوقت باش يرجع معناتها كان نجم يرجع لانه زوز اهداف تسجلوا في الشوط الاول. صحيح اما الكونكلوزيون الخلاصه معناها قالها لسعد الدريدي قال الماتش وفيه 2 بلاش في الميتون الاولاني من بعد وقفوا كما يلزم ستا تونيزيان لعبوا بلوك با ما خلاوش لي زيسباس كانوا ذكيين فما بونتو اورجو. بالنسبة للملعب الجيبسي نرجع لك الجيبس معناها الفريق هذا فريق تحسه سوليد معناها ما يتخافش عليه ولو أنه معناها في وضعية ما نقولوش صعيبة ولكن ما يلزمش توا يلزم يلونشان معناها مع ربح آخر فوالا. هاني قلت لك معناها حاجة ما تخوش برشا في جيبس ان شاء الله يديركم معناها في المباراة الجاية. عندك حاجة على الملعب الجيبسي؟ الملعب يلعبوا في كرة ممتازة جدا من قدوم خونا مراد العقبي معناها عندي يلعبوا في كرة نظيفة برشا. حاجة اللي باهية تو في المباريات هذه يوم السبت يوم الأربعاء ولا يوم الأحد يوم الأربعاء سي عندك وقت صغير باش تحاول ترجع بفيكتوار معناها يوريك اللي حتى جمهور معناها تشوف أنت تو في المباراة الجاية إن شاء الله إذا كان يفوز الملعب الجيبسي معناها ترجع الامور حاجه اخرى اللي قلقتهم سيرتينمون اللي ما لعبوش في الميدان نتاعهم على خاطر تمشي من ميدان ارضيه عاديه الى ارضيه اصطناعيه اللي ما ننساوش أكيد. اللي الملعب التونسي في الحاجه هذيا حضروا مباراتهم في ارضيه اصطناعيه ملك الملعب التونسي وهذا عاون الملعب التونسي وبالاخص بالفرديات بالفنيات اللي عنده الفريق بالوقفه الباهيه. انا ما نمنش بهذه 4-3-2-1 ثم 4-4-2 4-3-3 نمشيو مع نتعاملوا مع الملاعبيه اللي موجودين حسب في الفريق موجود بيان سور احنا التونسي معروفين من قبل نتفرجوا في الكره الايطاليه نتفرجوا في الكره فهمت معناها ما نصعبوش حاجات اللي انا بعد ساعات تلقى فريق اللي بتتعامل مع الملاعبيه اللي موجودين معاك كما في مستقبل رياضي بالمرسى كما الفرق الملعب التونسي اليوم قاعدين يعملوا في نتائج باهيه لان قاعد يتعامل بالكاليتي نتاع الجوار اللي موجودين معاك ما تنجمش تلعب لاعب ما عندوش المؤهلات اللي مطلوبه منه. ما فهمناش زاد كيفاش في المقابله هذه فما حجر وما فماش جمهور معناتها مع تزامن مع عوده الحكم هيثم القصعي اللي كان معناتها جات من برا الحجر هذيك الجوج الجوج الحكم هيثم القصعي اللي كان معاقب وانهى العقوبه نتاعه ورجع في المقابله هذه. بشير الحسيني عندك لقطات المافيولا كالعاده نواصلوهم معك. هنا العمليه واضحه نشوف معناها الحارس وكانت الركمه نتاعو طالعه يقوم بعرقله المهاجم وبالتالي الحكم هنا يعني على ضربه جزاء وانذار الحارس. شوفوا معناها ما هبطش ساقه كان هبط ساقه نجموا نقولوا اي معناها عذر اما لكن خلى الركمه نتاعو مهزوز هو. نحكيو علاش الحارس خارج غادي قلنا خاطر معاه دو ديفونسور وفما زوز يجيو خرج غادي باش يعمل ضربه جزاء مخالفه نكملوا بشير. هنا نحبوا اللقطه هذه مش معناها اللقطه هذه اللقطه الاخرى هذه نتاع التسلل هنا قبل كل شيء هنا باش نوريو اللقطه من الاول هنا العمليه هناك ما كانش فما هنا عند خروج كره ما كانش اللاعب هذاك في موقع تسل كان فما زوز لاعبين هما اللي معناها كان متاخر عليهم لكن نحب نفسر حاجه اخرى هنا اللاعب وقت اللي طلع اصلا هو باش نجي اللقطه باش نشوفوا هذا لاعب وهذاك مقدم
كانوا متاخرين وبالتالي كان هو مؤخر على الثاني اخر مدافع المهاجم. معنى اللقطه صريحه هنا ما كانش في بدايه اللقطه ما فماش تسلل. هنا نحب نعطيه حاجه اللي صمتوا فينا الناس كل هنا لعب حتى لو كان في موقع تسلل هنا ما لعبش الكوره وما اثر على حتى حد وحده جاء صاحبه من التالي كان على الحكم المساعد الطريف وعدم الاعلان على التسلل ضده. لو كان في زاده كان في موقع تسلل وبالتالي مواصله اللعب خاطر بعد ولا صلح الموقع نتاعو ولا موقع نتاعو موقع سليم وبالتالي مواصله اللعب واحتساب هدف الملعب الجيبسي. كيف صح بشير